السلام عليكم. هابي نيز هوش جالدي نيز أركاداشلار. أهلا وسهلا فيكم بالفيديو الثاني بسلسلة تعليم اللغة التركية. فيديو اليوم مخصص للأرقام، وحنعلمكم الأرقام من الصفر للمليون إن شاء الله. وبده يمرق معنا شوية قواعد لغوية حنشرحها بس تقطع، وهيدي القواعد بتسهلكم الكتير بمشواركم لتعلم اللغة التركية. كرمال هيك خلوكم معنا وتابعونا لآخر الفيديو. هيا بنا نبدأ. الأرقام بالتركية: نمر لار ترك تشدير، رقم لار ترك تشدير، صاي لار ترك تشدير. نمر لار يعني النمر، رقم لار يعني الأرقام، صاي لار يعني الأعداد، ترك تش يعني اللغة التركية، دير باللغة التركية. صفر هي ذاتها باللغة التركية صفر. واحد بير، اثنان إكي، ثلاثة أتش، أربعة دورت، خمسة باش، ستة ألط. إذا عم تلاقوا صعوبة بلفظ الأحرف رجعوا للفيديو الأول إذا ما حضرتوه بعد، وبتلاقوا فيه شرح تفصيلي للأحرف الأبجدية التركية وكيف تنلفظ. حأترك لكم لينك له للفيديو تحت بالدسكريبشن. يدي سبعة، سبعة يدي. ثمانية سكيز، تسعة دوكوز، عشرة أون، إحدى عشر أون بير، اثنى عشر أون إيكي، ثلاثة عشر أون أوتش، أربعة عشر أون دورت، خمسة عشر أون باش، ستة عشر أون ألط، سبعة عشر أون يدي، ثمانية عشر أون سكيز، تسعة عشر أون دوكوز، عشرون يرمي. بعد ما شفنا هالأرقام صرنا نعرف القاعدة اللي بتمشي عليها الأرقام باللغة التركية. بتحطوا العشر وحدوا الرقم الفردي بهذا الشكل، مثلا 21 هي يرمي بير، 22 يرمي إكي. مش هنعددهم كلهم هيك بهالطريقة لأنه صرنا عارفين هاي قاعدة بدنا نمشي، بس لا نحكي عن الأرقام باللغة التركية. بنكمل، هنمشي بهالصفحة 10 10 لأنه اللي بيناتهم صرنا نعرف كيف نكتبهم. عشرة أون، عشرين يرمي، ثلاثين أطوز، أربعين كرك، خمسين ألي. هون في ملاحظة إنه بس باللغة التركية يكون في عنا حرفين مثل بعضهم منشدهم مثل الشد باللغة العربية. ألي نكمل. ستين ألت مش، سبعين يت مش. هون كمان ملاحظة مرق معنا حرف الصوتي أ وحرف الصوتي إي. هون في عنا قاعدة كتير مهمة اسمها قاعدة التوافق الصوتي، هالقاعدة حنشرحها بآخر الفيديو، خلوكم معنا على الآخر. 80 سكسان، 90 دوكسان، 100 يوز، 115 هيدا مثال صغير يوز اون باش، يوز اون باش. 200 اكي يوز، مش يوز اكي. مثلا اذا قلنا يوز اكي صارت 102 مش 200، بتحط الرقم قبل بعدين بتحط يوز 100. وكمان هم في ملاحظة انه بالمية، مية على الحل، ما بتحط قبلها بير، دغري بتقول مية، يعني كأنك عم تقول مية واحدة. ما 200 اوكي بتزبط، بس بالمية يوز على الحل ما بتحط قبلها بير، وبالباقي بتحط اكيد بتحط الرقم قبل ما تقول يوز، انه 200 او 300 او 400 الى اخره. نكمل. 200 اكي يوز، 300 اتش يوز، ألف
بين. هون كمان مثال 1325 بين which use year me bash. تقرأ الأرقام مثل ما هن وتركبهم وحط بعضهم بيطلع معك الرقم الكبير 10,000 on bin 100,000 use bin مليون مليون. هلا بدنا ناخذ المراتب، يعني مثلا الأول الثاني الثالث إلى آخره. هون حتبين معنا أكثر قاعدة التوافق الصوتي وأمتى وكيف لازم نستخدمها. منبلش إلك بيرينجي الأول، لاحظوا معي بير يعني واحد، زدنا عليه لاحقة إنجي صارت الأول. إيكينجي الثاني نفس الشيء، إيكي اثنان زدنا عليه لاحقة إنجي صارت الثاني. إيتشنجو الثالث، دوردنجو الرابع. هون أساسة تي تي قلبناها دي بس لتسهيل اللفظ. بيشينجي الخامس، ألتنجو السادس، يدينجي السابع، سيكيزنجي الثامن، دوكوزنجو التاسع، أونونجو العاشر. أكيد بيّن معكم شيء من حالات قاعدة التوافق الصوتي. هلأ بدنا نشرحها. قاعدة التوافق الصوتي بتجي بشكلين، يا ثنائي يا رباعي، وبتعتمد على آخر حرف صوتي بالكلمة. مثلا إيكينجي آخر حرف صوتي هو إي، نجي لهون إي آخر حرف صوتي هو إي. إذا كان إي أو إي بنحط له اللاحقة إي، إيكينجي. الحالة الثانية أو الحالة الأولى، بلاش عن الحالة الثانية بالغلط. الحالة الأولى ألتنجي أ آخر حرف صوتي هو أ، أ مع أ، أ و أ. إذا أ أو أ كان آخر حرف صوتي بنحط باللاحقة الحرف أ. كيف بتصير؟ ألتنجي ألتنجي. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أونونجو. إذا او 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 اخر حرف صوتي بالكلمه، مثلا هون هو الاو اون الاو الاولانيه لانه يعني ما في حرف صوتي من بعده، لاحقه انجو بتاخذ الاو. ليه؟ لانه هيك القاعده بتقول، بتصير هون اونونجو. واخر حاله هي الاو او او تاخذ الاو، مثلا اوتشنجو الثالث. اوتشنجو اخر حرف صوتي هو اول حرف بالكلمة اللي هو الاو، تاخد لاحقة انجو حسب قاعدة التوافق الصوتي. الرباعي، التوافق الصوتي الثنائي هو مثل هالحالة. اذا كان في عنا ا او 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 باخر حرف صوتي بالكلمة بنحط ا اللاحقة اللي بتيجي بعدها، بتيجي بعد الكلمة. مثلا على سبيل المثال أربا لار، أربا لار، أربا يعني سيارة، لار جمع سيارات، أربا لار آخر حرف صوتي هو آ، فاللاحقة بتاخد آ لار. إذا كان إي أو إي أو 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 تاخد لاحقة إي، اللاحقة بتاخد حرف الإي. مثلا كارداش لار، لار كارداش لار، كارداش يعني أخ، كارداش لار يعني إخوة. وهلا بدنا ناخد شوية أمثلة نطبق عليها شوي. نقرأ هون كاتش يا شندا سن، يعني كم عمرك. كاتش يعني كم، يا شندا عمر، سن أنت، كم عمرك أنت، هالسن لاحقة لا أنت. كاتش يا شندا سن كم عمرك. يرمي إكي يا شندا يم، عمري 22 سنة. يرمي إكي 22 يا شندا عمري، يم لاحقة
ياشندا عمر يم لاحقة الملكية ياشندا يم يعني عمري أنا. أطلب منكم طلب أنكم تجاوبوا على أسئلة تحت بالكومنت. كاتش كاردشين بار كاتش كم كاردش أخ كاردشين أخوك أنت فار يوجد تترجم للعربية كم لديك من الإخوة. إتش كاردشيم فار إتش ثلاثة كاردشيم لاحقة الملكية فار يوجد لدي ثلاثة إخوة. ما تنسوا تجاوبون على الأسئلة تحت بالكومنتات. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ليصلكم كل شيء جديد ولايك إذا عجبك الفيديو وشير لرفقاتكم لنوصل لأكبر عدد من المشتركين. وبدي أجوبتكم على بالكومنتس على السؤالين اللي سألناهم آخر شيء. على أمل أن نلقاكم مرة أخرى والسلام عليكم.